سلسلة جبال الريف تبعد بحوالي الكيلومتر صعودا عن المكان الذي الذي سقط فيه الطفل ريان في ذلك الجب على عمق 30 كيلومترا. جثمان الطفل ريان لا يزال في سيارة الإسعاف. توافد المئات والمئات من المواطنين المغاربة من سكان القرى المجاورة من أجل التواجد في هذه اللحظة الإنسانية المهيبة. هنالك ارتياح ومخلوطا بالحزن، مرتاحون لأن ابنهم سيوار اقترى في أرض أجداده. لماذا هذه النقطة بالذات؟ لأن من هنا جاء أجداد الطفل المغربي ريان، واسم هذا المكان هو الزاوية، ويبعد بحوالي الكيلومتر صعودا بين سلسلة جبال الريف عن المكان الذي سقط فيه في تلك البئر التي عمقها 60 سنتيمتر وهو سقط حوالي 30 سنتيمترا. أقامت السلطات المغربية أرضا منبسطة لتتحول إلى مصلى، وجرى إحضار جثمان الطفل ريان في سيارة إسعاف مرفوقة بالعناصر الأمنية للدرك الملكي المغربي. المكان مشوب بالصمت، هذا هو صمت الموت. وقبر الطفل ريان جرى حفره بقرب هذه المصلى، ويجري تأمين المكان من خلال العناصر الأمنية لتمر الأمور في سلام. نعاني طبعا للأسف الشديد من ضعف إشارة الهاتف وضعف إشارة الإنترنت، ولكن نحاول المواكبة والمتابعة في هذه القصة الإنسانية الاستثنائية مغربيا وعربيا ودوليا. الآن تتواصل صلاة الظهر قبل إقامة صلاة الجنازة على الطفل ريان. الناس يتحدثون هنا عن حزن عميق، عن تأثر، عن يعني تركت هذه القصة جرحا في أنفسهم، يتأسفون لهذا الحادث، يعتبرون أن هذا الطفل هو يعني أصبح قصة تحمل اسم هذه الجبال وهذه القرى، وهم يفتخرون بهذا الطفل ولو أنه الآن فقيد سيوار أسطر بعد دقائق معدودات. طبعا قبل إقامة صلاة الظهر جرى قراءة القرآن، سورة من القرآن الكريم، جريا على العادات والتقاليد المرعية في هذه المناطق الجبلية. نحن الآن في قبيلة تاريخية معروفة في المغرب اسمها غمارة، معروفة بحفظة القرآن الكريم وبكتاتيب القرآن الكريم. إذن تتواصل صلاة الظهر وسط صمت كامل ووسط ترقب لإخراج جثمان الطفل ريان من أجل أن يوارى أثره في أرض أجداده. نعم.